السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكم أبنائي وأتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غنحاولوا نشوفوا الكتابة العلمية لعدد عشاري نسبي. الكتابة العلمية عادة كنستعملوها الأعداد إما كبيرة جدا أو صغيرة جدا، وكتستعمل خصوصا في الفيزياء والكيمياء وفي الرياضيات كذلك. إذا إكس عدد عشاري نسبي وأعداد عشاري وإن عدد صحيح نسبي، كل من الكتابتين إكس تساوي أ مضروب في 10 أس إن وإكس تساوي ناقص أ في 10 أس إن تسمى الكتابة العلمية للعدد إكس، بحيث أ محصور بين 1 و10. يعني أي عدد عشاري نسبي لبغينا نكتبوه كتابة علمية خصني نكتبوه على الشكل أ، وأخصها تكون محصورة ما بين 1، يعني ممكن تساوي 1 ولكن أصغر قطعا من 10، مضروب في 10 أس إن، أو إلا كان العدد سالب كيكون ناقص أ مضروب في 10 أس إن. نشوفو هاد الحالات هادي ونشوفو واش هي كتابة علمية أو لا. إذا نبداو بالعدد الأول، 2.5 في 10 أس 5. إذا واش مكتوب على شكل أ مضروب في 10 أس إن؟ إذا أ عندنا 2.5، إذا 2.5 راه محصورة ما بين 10 و 1 مضروب في 10 أس 5. إذا هذا العدد مكتوب على شكل كتابة علمية. الحالة التالية عندنا ناقص 3 مضروب في 10 أس 7. إذا نشوف واش العدد 3 محصور ما بين 1 و 10. إذا راه محصور ما بين 1 و 10 مضروبة في 10 أس 7. إذا هذا مكتوب على شكل كتابة علمية. الحالة الثالثة عندنا 0.5 في 10 أس 5. هذا 0.5 صغر من 1، إذا ما محصوراش ما بين 1 و 10، وبالتالي هذه الكتابة ماشي كتابة علمية. إذا كيفاش يمكن لي نكتب واحد العدد عشاري نكتبه على شكل كتابة علمية؟ إذا نبداو بعض الأمثلة التطبيقية. عندنا 25، 25 ما محصوراش ما بين 1 و 10، إذا خصني نرجعها على شكل عدد مضروب في 10 أس شي عدد. إذا ممكن نكتبها على شكل 2.5. إذا الفاصلة أزحناها برتبة، الفاصلة كتكون عندي في التالي، لما كانش عندي الفاصلة كتكون في التالي، يعني فاصلة 0، 25.0. إذا أزحناها برتبة، إذا نقصنا رتبة. حنا قلنا ملي كنمشيو لليمين تنقصو رتبة، إلا مشينا لليسار كنزيدو رتبة. إلا نقصنا رتبة خصنا نضرب في 10 أس، إلا نقصنا رتبة كنضرب في 10 أس 1، نقصنا جوج رتبات كنضرب في 10 أس 2، إلا زدنا رتبة كنضرب في 10 أس ناقص 1، زدنا رتبتين في 10 أس ناقص 2. هاد الشيء غادي نشوفوه في هاد الأمثلة التطبيقية وكذلك في تمارين تطبيقية أخرى. إذا شنو قلنا هنا؟ قلنا نقصنا، كانت عندنا الفاصلة هنا أزحناها نحو اليسار، يعني نقصنا رتبة. إذا خصني نضرب في 10 أس ناقص أو زائد 1، إذا نقصنا زدنا، إذا 10 أس 1. إذا عندنا 2.5 محصورة ما بين 1 و 10، إذا هذا الأعداد كتبناه على شكل كتابة علمية. عندنا 1000، إذا 1000 ممكن نكتبها على شكل 10 أس 3. إذا غتكون عندي هنا 1 في 10 أس 3، 1 هو العدد أ، إذا محصور ما بين 1 و 10، إذا مكتوب على شكل كتابة علمية. 14.5، إذا 14 محصورش ما بين 0 و 1، عفوا ما بين 1 و 10، إذا خصني عدد محصور ما بين 0 و 10، إذا هو 1.45. الفاصلة كانت عندنا أزحناها بواحد الرتبة نحو اليسار، إذا نقصنا رتبة، إذا خصني نضرب في 10 أس 1. الحالة المولية عندنا 0.151، إذا هاد العدد ما محصورش ما بين 1 و 10. إذا إلا بغينا نكتبو كتابة علمية خص الفاصلة نجيبوها ما بين 1 و 5، إذا خصها ترجع عندي 1.51. إذا أزحنا الفاصلة برتبة، إذا زدنا رتبة خصني ننقص، يعني 10 أس ناقص 1. الحالة الأخيرة عندنا واحد الجداء، إذا خصني أول حاجة نبسط هاد الكتابة عاد نكتبها على شكل كتابة علمية. إذا عندنا 510.35 مضروبة في 10 أس 3. إذا كنشوفو هاد العدد الصحيح، كنشوف واش محصور بين 1 و 10،
اذا ما محشورش بين 1 و 10، اذا خصني نزيح الفصيله، غادي نزيحها في هذه الحاله برتبتين، نرجعها ل5 فصيله، اذا غتولي 5.10 35 مضروبه، حنا ازحنا الفصيله برتبتين، اذا نقصنا رتبتين، اذا خصني نزيد يعني 10 أس 2 ومضروبه في 10 أس 3 اللي كانت عندنا. اذا نبسطوا هذه الكتابه قبل ما نشوف، اذا عندنا 5.1035، عندنا 10 أس 5 أس 2 مضروبه في 10 أس 3، اذا هي 10 أس 2 زائد 3 جداء قوتين لهما نفس الاساس. اذا 5.1035 مضروبه في 10 أس 5. هنا طريقه الحل عطيتكم الاعداد كلها موجبه، ممكن ندير نعطي امثله ديال الاعداد سالبه، مثلا عندنا ناقص فاصله 3. اذا نفس العمليه غادي نشوف، دائما كنشوفو في العدد اللي كاين من بعد الفاصله، يعني العدد الصحيح اللي كاين قبل الفاصله، هذا العدد الصحيح واش محصور ما بين 1 و10؟ اذا خصني عدد محصور ما بين 1 و10، اذا كندير الناقص اللي عندي، اذا كنزيح الفاصله لهنا، اذا غتولي عندي ناقص 2.15. اذا ازحنا الفاصله برتبتين نحو الفاصله، يعني نقصنا 2 ديال الرتب، اذا خصني نضرب، خصني نزيد، يعني خصني نضرب في 10 أس 2. ناخذ شي مثال اخر، اذا عندنا ناقص 0.0053، اذا عندنا كنشوف هذا العدد واش محصور ما بين 0 و 1 و 10، اذا هنا خصني نزيح الفاصله حتى لهنا، ترجع عندي 5 فاصله، اذا ترجع عندي 5.3. اذا ازحنا الفاصله نحو اليمين بشحال الرتب؟ 1 2 3 4، يعني زدنا 4 الرتب، اذا خصني نضرب في 10 أس ناقص، زدنا 4 الرتب نقص داك 4، اذا 10 أس ناقص 4، اذا 5.3 راه محصوره ما بين 1 و 10، وبالتالي هذه تسمى كتابة علمية لهذا العدد.